السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الأفوكاتو حق القناة؟ حيا واحد حيا. أنا مجد. تفضل. ها واحد. فهمت مجد على كل حاجة؟ أكيد. وهو جاهز يقول للضابط كل شيء. حلو. وأنا قد أعطيت للضابط فكرة بسيطة عن الموضوع وقال لي أوكي ونلتقي بعد ساعة إن شاء الله. تمام. حلو. طيب الآن أنا أسيبكم عشان في معي شغل أرتبه وبعدين نتحرك عند الضابط. خذ راحتك عادي. يلا. فين كنت أمس يا صلاح؟ الناس يقولوا صباح الخير بالأول. الساعة كم وصلت أمس يا صلاح؟ وصلت أنت بسابع نومة. طبعاً بسابع نومة، طبعاً بسابع نومة. أني لما الفقوني مرا عيالك وانت ولا كأنه عندك حرمة داخل البيت مطوع عن نفسه، ولا عبرتني حتى باتصال ولا رديت على اتصالاتي. بدأنا الزمن واللوك حقك. قمت مصابحة وأنا مش فاضي لك. قمت مصابحة؟ إيش خارج؟ على فكرة أنت ما بتخرجش إلا لما تقول لي أمس فين كنت. كنت عند الزوجة الجديدة. ارتحتي؟ تتلاكع؟ صدق مش بعيد عليك. إذا ما سويتها في فاتن الآن أنت ممكن تسويها في بي. ما كذبتش أمي. والله ما كذبتش. أيوة أمك. خليها تعبي لك راسك لما تخرب بيتك. دحين من غير كذب يا صلاح بتقول لي فين كنت أمس ولا لا؟ مجد ابني كان عنده مشكلة، رحنا نحله. ارتحتي؟ رحت تحله؟ فين رحت تحله يا صلاح؟ عند فاتن؟ ها؟ المرة الأولى اياد ودحين مجد وكل ما ساعة خبارة جديدة لأنك تشي تكون قريب من حبة القلب فاتن. انت مجنونة؟ أنا مجنونة؟ أيوة يا حبيبي مش بعيد عليك، مش بعيد عليك تكون شبعت مني بعد ما أخذت كل حاجة ودحين صحيت وفقدت الحبيبة القلب فاتن. وعلى قولة المثل ما الحب إلا الحبيب الأولي. صدقي غلطة عمري إن أنا تزوجت واحدة جاهلة مثلك وبعمر أولادي. كنت أحسبك عاقلة بس للأسف للأسف. وديها بسرعة قبل ما يبرد. ولا يهمك ما وضحني باجي معك. يا أختي أنت تعبانة ولازم ترتاحي. أني ولا في بشي، أنتوا اللي تكبروا الأمور. وبعدين قلبي ملهوف على ابني. يا حبيبي ارتاحي اليوم وبكرة روحي شفي على راحتك. خلاص خلاص يا أمي ما فيش حاجة. خلاص يا خالة وعد اليوم بشيلك معي بنودي العشاء الأيات سوا. تسلم يا وضح الله يحفظك. الله يخليك. أنت ما تفهمش أقول لك خليها اليوم يا ابني ترتاح وبكرة يحلها ألف حلال. ما أنا ما فيش حاجة يا أمي أنا بشيله وبرجعه بالسيارة. أنا وابنك متفقين، أنتي مالك دخل. ها ماليش دخل لأن أنا خايفة على صحتك. ها هيا تصفي بكم أنتوا الاثنين. مالك منك بتزعل قليل وبتنسى. عارفة أمي أنا درابة يا خالة. شفتوا يا شباب كيف الفيسبوك وتويتر يحرق حريق؟ أكيد هذا عدا ولا شيء، عاد لما ننتقل للمرحلة الثانية من الخطة الدنيا فاتحرق أكثر. بس شو الصدق موقع كريتر بريس دعم قضية إياد وحطاها زخم كبير. صح كلامك الموقع شرشحهم ولا خلى حاجة وما كتبه. صحيح. شوفوا شوفوا يا جماعة من واقف. على فكرة الحقيقة بتبان بتبان ما يخبي الحقيقة إلا ضعاف النفوس والأندال. في حاجة يا جلال؟ اياد اياد وضح اكل قبل الغداء كيفك ايش اخبارك؟ اخباري لا تسر عدو ولا حبيب الحمد لله على كل حال. وليش فين مجد؟ مجد والله مشغول شويه فوصلنا خالتي انا اجي قبل الغداء. في بك الخير يا وضح. كيف خالتي ابتسام جدتي؟ والله الحمد لله كلهم سلموا عليك وهم هلوم عند امك من امس. وليش من امس؟ أوف.
مكاننا هنا كردف. ايش كردفت؟ ايش تقصد؟ ما فيش حاجه يا اياد هذا. امك تعبت على هنا امس في الليل شويه، وامي وجدتي عنده من امس. امانتك اوضح، لا تخبش علي، قل لي ايش في به. يا اخي هدا اياد، والله العظيم ولا في به حاجه، عنده هبوط خفيف، وفي الليل باجيبه له هنا عشان تشوفه وتطمن عليه بنفسك. معلش يا فندم، يعني كترنا بالاتصالات عليك، بس لانه كان في معنا احنا موضوع مهم ولازم نقول لك عليه. لا لا معلش معلش، ما فيش حاجه، خذ راحتك. هذا هو مجدي اللي كلمتك عليه. اهلا وسهلا. انت مش اخوه اياد اللي مسجون عندنا؟ بالضبط. ومجدي الان عنده موضوع مهم يشتي يقوله لك. ها تفضل تفضل، هات ايش عندك. أبوك صح؟ دخلته فجأة، ما غضلتش أمسك نفسي. الله يرحمه الله يرحمه يا فاطمة. اسمعي خلينا أقوم أروح بك، كملي إجازتك وارتحتي، لما تشوف نفسك قادرة على الشغل رجعتي. قومي يلا. إيش أروح؟ أنا لو روحت حالتي بتسوء أكثر، كل ركن في البيت يذكرني فيبو، كل غرفة أدخلها أشوفه قدامي. حرام عليك حرام عليك اللي تسوي بنفسك هذا يا فاطمة. بكذا أنت تعذبي أبوك في قبره لما يشوفك بالحالة دي. أبوك شتي يشوفك سعيدة في حياتك. أنا عارفة عارفة يا سالم، بس ما كنتش متوقعة أنه فراقه بيكون صعب علي هذه الدرجة. أحس نفسي وحيدة يا سالم. وحيدة؟ ليش؟ وأنا رحت فين؟ أبوك الله يرحمه قبل ما يتوفى أمنا عليك وقال اهتم بك، وأنا قطعت عهد على نفسي ما بارتاح إلا لما أشوف الابتسامة رجعت لوجهك. لا يا سالم، أنا مش جيش أحملك همي، وإذا كان على الوعد اللي أعطيته لأبي أنا أعفيك منه. معقول مش فاهمة يا فاطمة؟ معقول؟ ليش أنا منتظر وعد أبوك مشان أهتم بك؟ لا 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 يا فاطمة، أنا الوعد هذا وعدته زمان أيام ما كنا عاد نحن في المصنع بعد ما توفت زوجتي الله يرحمها، وعدت أنه اهتم بك وأسعدك يا فاطمة. عارفة وعدت مين؟ قلبي. أيوة وعدت قلبي اللي يحبك من اليوم اللي أجيتي وقلتي لي فيه بكلام يشبه نفس الكلام هذا. وأنا كنت حزين وكئيب بعد ما توفت زوجتي، أجيتي وقلتي لي مشتاقين لبسمتك يا سالم، أبتسم من شان نبتسم معك، فاكرة؟ حدك ذاكر؟ عمري ما بنسى يا فاطمة، لأنه هذا اليوم اللي دق فيه قلبي من جديد بعد ما تيقنت أنه قلبي قد توقف عن الدق. أجيت أنت بكلمة حلوة طيبة خليته يدق من جديد. اسمعي أنا لا بغصبك ولا بفرض عليك، لكن عهد علي لن أرتاح إلا لما أشوف الابتسامة رجعت لوجهك يا فاطمة، صدقيني. سلام يا وعد. السلام. فين فتحي؟ فتحي اللي داخل مع مجد. مش عوايدك يعني تجيب أدري من شان مشكلة مشكلة عيالك. وعد أنا ما في بشطافة لك حقك، أنا تعبان. صدق شكلك مراق كثير يا صلاح. ليومين ما نمت. عادرك وفاهمك، بس على الأقل أرقد لك ساعة. أرقد كيف برقد يا وعد؟ وأولادي الاثنين كل واحد عنده مصيبة أكبر من الثاني. خليها على الله. كله على الله الحمد لله، بس أنا حاسس إنه ربنا يعاقبنا. عيالي
كانوا يقولي محتاج لي يابا يابا، وانا كنت اصدهم بحجة ان انا مشغول. نسيت يا واحد، نسيت ان انا اب. يا صلاح، احيانا يكون البلاء درس لنا مشان نصحح اخطائنا. لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا كل اللي حصل يا فندم. طيب، ممكن تنتظرنا برا يا مجد؟ كيف شفت الموضوع؟ والله أشوف إنه الموضوع معقد قليل. كيف يعني معقد؟ يعني حتى لو أخذنا أفادة مجد في القضية هي بتضره لأنه شريك فيها. بس هم ورطونا بالقضية المدبرة هذه. فين الدليل؟ فين اللي يثبت هذا الشيء؟ كيف؟ السجين اللي عندكم هو شريك بالجريمة المدبرة؟ السجين اللي عندنا؟ السجين اللي عندنا بينكر هذا الشيء وبينكر معرفته بمجد أصلاً. بس يعني لو ضغطنا على قليل ممكن يعترف. صدقنا، حتى لو حكموا عليه بالمؤبد لا يمكن يعترف. معقول؟ وأكثر من كده بكثير، الخال هذا وراه ناس كثير يحموه، ناس واصلين إلى أبعد مما تتخيل أنت. والله أنا مش مصدق اللي اسمه. عيب عليك، أنت محامي ولازم تكون عندك فكرة عن هذا الموضوع. لا تعملش نفسك إنك غشيم. ما توقعتش إن كل الدرجة دي معقولة؟ مش قادرين تحموا ولد صغير واقع بمصيبة للدرجة دي وأكثر. علشان كده أنا أنصحكم نصيحة، تنسوا الموضوع وتهربوا الولد إلى أي مكان علشان مصلحته. سفروا يا أخي يدرس في الخارج لما ينتسي الموضوع، بعد كده بيرجع له بالراحة. زينة، أنا مشغول الآن. إيش من الموضوع؟ ما ينفعش أقول لك بالتلفون، لازم أشوفك عشان أحكي لك. خلاص خلاص، أول ما أكمل شغل بتصل بك. إيش؟ لا تخافيش، ما حد بيدري. بلا فحص حقك. يلا مع السلامة. أفتحي، قل لي ايش خلاك الضابط؟ الموضوع طلع كبير يا صلاح. كبير؟ كيف يعني؟ يعني اكبر مننا يا وعد. يعني موضوع مجد طلع خطير للدرجه دي؟ الخطوره في حاجه اكبر من قضيه مجد. فتحي، مشيش الغاز، جيب لي الموضوع من الاخر، فهمنا. الخلاصه يا صلاح، اللي يمشي البلاد هذه هي القوه، والقوه تجي من الفساد. على قد ما تكون فاسد على ما تكون قوتك. فهمت يا صلاح ولا زيد افهمك؟